السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسألني كثير إيش أكثر شيء تكرهه؟ أكره المقاطع والأفلام اللي تتكلم على النجاح السريع، على إنه الإنسان يستطيع أن يحرك الجبال من مكانها، على أنه الإنسان يجب أن يكون يعلم بأنه لديه قوة خارقة تمكنه من اجتياز المصاعب التي لا يجتازها الإنسان العادي. هذه الفيديوهات التي تحاول أن تصنع في الإنسان نوع من الوهم أنه قادر أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله الإنسان الطبيعي، وهذا كارثة وهذا خطأ كبير جدا. دائما أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء أقول فيه: يا رب امنحني القوة على تغيير ما أستطيع تغييره، وامنحني العلم والصبر على ما لا أستطيع تغييره، وامنحني الحكمة حتى أميز بين الاثنين، إني أميز إيش أقدر أسوي وإيش ما أقدر أعمل، حتى أستطيع إنه أستغل حياتي واستغل قدراتي واستثمرها بطريقة صحيحة، بحيث إنه أستطيع إنه أوصل للأهداف التي أتمنى أن أصل إليها. من الأشياء المزعجة جدا أنك تسمع فيديوهات وفيديوهات كثيرة جدا وتتم متابعتها بشكل غريب جدا من ناس بتحاول أنها تصنع أشياء غير حقيقية غير واقعية، أنك تصنع المليون في أسبوع وتصنع المليار في شهر، وكلام غير منطقي، وانت لا تملك الادوات ولا تملك الامكانيات لان تصل الى هذا الهدف الغير منطقي اصلا. فلذلك عليك بان تكون اولا واعيا وفاهما لما تم استثمار القدرات والامكانيات التي وهبها الله لك، هو هذا الذكاء وهو هذا الحكمة بعينها، وهذه القدرات اللي المفروض أن نستغلها في أن نحن نصل للنجاح. النجاح ليس مستحيلا وإنما يحتاج إلى عمل، ولكن يحتاج إلى عمل صحيح. إذا أردت أن تبني بناء تحتاج أنك تجعل له أساس، تحفر تحت، تختار التربة السليمة، تحتاج أشياء كثيرة، مش تحتاج فقط جلسة يوغا وشوية تأملات عشان تصل للنجاح، لا تحتاج تعمل، وهذا العمل لابد وأن يكون مرتب وأورجانيز بشكل ممتاز، بحيث أنك تصل للهدف الذي تريد أن تصل إليه، بحيث يكون في طريق واضح لكي تصل إلى ذلك الهدف. أما الكلام الفارغ اللي يتم تسويقه في بعض المقاطع وبعض الفيديوهات التي ليس من ورائها أي طائل ولا يمكن أن ينجح بها أي أحد. بعض الناس عندهم ثقافة انه انا استطيع ان امسك الشمس بيدي، كلام فارغ. انت لا تستطيع ان تمسك الشمس بيدك، ولكن تستطيع ان تفهم كيف تعمل الشمس، كيف تتوهج الشمس، وكيف تستفيد من طاقة الشمس. هذا اللي ممكن يعمله الانسان، اما ان يمسك الشمس بيده مستحيل، هذا كلام فارغ. فلابد وان تعلم ما هي امكانياتك، ما هي حدودك، وتتعامل للنجاح في حدودها، ولا تتجاوز هذه الحدود حتى لا تحرقك نار الشمس.